السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. كنت سمعت فيديو مولانا للشيخ ابن عثيمين عن زيارة القبور للنساء. كبار الذنوب. هذا الرأي للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ومن علماء المسلمين، هو رأي فريق من الحنابلة كبير من المعاصرين، ويقولون والشيخ ابن عثيمين خاصة يقول إن زيارة النساء للقبور كبيرة من أكبر الكبائر، ولا نوافقه أبدا على هذا الرأي، بل زيارة النساء للقبور جائزة وقد تصل إلى الاستحباب إذا اتقيت الفتنة وحصلت الموعظة. أما الأدلة، لأن الله قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما أدلة المجوزين فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر، قالت اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، أخرجه البخاري. ثانيا في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن كان في السنة بعض الإشكالات الخفيفة. ثالثا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك، قالت إن الرسول قد رخص لنا في ذلك. هذه أدلة المجوزين، وهم جمهور العلماء، أعني أكثر العلماء. أما ما حجة الشيخ محمد رحمه الله لما قال إنها من أكبر الكبائر، احتج للأسف بحديث ضعيف، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. نعم. والشيخ لم يحرر سنده، ولو حرر السند لوجده ضعيف. الثاني استدل بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث في سنده رجل لا يحتمل هذا المتن، وحمله الجمهور على المكثرين من الزيارات المصاحبين للزيارة بالبدعة، وفريق منهم قال منسوخ، لكن التحرير الأدق أن سنده لا يتحمل، في سنده رجل لا يتحمل هذا المتن، سنده رجل مختلف فيه بين توثيق وتضعيف. ومما يدل على وهاء هذا الرأي أن أم عطية رضي الله عنها وحديثها في البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا النهي رأت عائشة والجمهور مسخه بحديثي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا والنساء يحتجن إلى تذكر الآخرة ما لم يصاحبن الزيارة بالنياحة ولا بالبدعة ولا بالفتنة والاختلاط. أما هذا التحرير، أما قول أنها من أكبر الكبائر، أنا ما رأيت كبير علماء من الأولين يقولون بهذا أبدا، بهذا الكلام الشديد القاسي أنها من أكبر الكبائر. لذا في هذا الباب لا أوافق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله مع إقرارنا بعلمه وفضله على هذا الرأي أبدا، والله المستعان.